طب تلعب حليم، هل في مباريات بتقول عليها مباريات لعيبه بس؟ اكيد اكيد. هل اتعرضت للموقف ده او زنقتوا نفسكم كلعيبه في موقف زي ده او مشابه للموقف ده؟ حصل حصل كتير. عملتوا ايه بقى كلعيبه؟ مفيش، هو احنا محددين، بنحدد هدفنا والتركيز بيقل عندنا، الدافع والحافز باسم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، وان انا هلعب مباراه نهائيه، الدوافع والحافز كل اللي المفروض تبقى في احنا حاطينها قدام عينينا. قلت لك التركيز بيعلى بتحديد الهدف، احنا كاتين في الملعب نازلين وهدفنا واحد ومتكلمين مع بعضينا وهنعمل ايه في المباراه ديت وامتى هنهاجم وامتى هندافع. في امور كتير المدرب ما بيكون متكلم فيها، في امور كتير المدرب ما بيكونش متكلم فيها، واحنا بنعملها في قلب الملعب. صحيح. احنا محتاجين في جزء معين من المباراه ان كلنا نبقى تحت الكوره، محتاجين في جزء معين نضغط الفرقه اللي قدامنا نمسك الكوره، في امور كتير جدا فنيا انت ممكن تعملها في قلب الملعب، هي بتبقى ماتشات لعيبه زي ما بيقولوا في بعض الاحيان. فالماتشات دي من ماتشات اللعيبه يا كابتن عبد الحليم؟ الاثنين، لا الاثنين النهارده، النهارده المباراه للاثنين، مدير فني وادارته للمباراه وقراءته للمنافس، و مباراه مش محتاجه ريسك كبير النهارده. اداره المباراه لازم يكون محضر المباراه بشكل جيد، اللعيبه لازم تكون محضره وجاهزه بشكل كبير، محدده هدفها، تعرف ان المباراه بالنسبه لها لا بديل انك تكسب النهارده وتتخطى الدور ده. فهي المباراه النهارده تتقسم على الاثنين، اتمنى يكون الاثنين محددين الهدف بشكل عام، ربنا يوفقهم. محتاجين التوفيق النهارده، بتلعب فريق يمتلك الحظ من وجهه نظري وصوله للمباراه ديت والمباراه اللي فاتت، فبتلعب فريق يمتلك الحظ، واللي بيمتلك الحظ ده بتبقى في مشكله معاه شويه، فانت محتاج تركيز لنهايه المباراه، محتاج جهد كبير، ربنا يوفقهم ويحددوا هدفهم. الفرصه اللي تيجي ممكن تلعب على واحده، يعني ممكن تلعب على طول المباراه على بالزبط. ضربه ثابته، ممكن بالزبط. تلعب على هجمه. النهارده انت محتاج تستحوذ بنسبه كبيره، كل دي المفروض بتبقى انت متكلم فيها بينك وبين لعيبتك ليله المباراه، او انتوا على مدار الاسبوع يا صبري بيكون متكلم فيها، ان احنا في خلال المباراه ديت هنستحوذ في وقت معين، هنعمل الهجمه. فالنهارده ربنا يوفقهم ان شاء الله، والمباراه كبيره، انا قلت لك مباراه مصريه من مباراه القاهره، ربنا يوفقهم ان شاء الله كده، وكل مباراه من السبع يفرحونا ويفرحوا جمهورهم باذن الله.